هذا كي فيه مدير المركز يخرجك بلا اي، ما عندوش حتى قوانين، يضيع حياة الناس عيم هما يجبدوا وطلع في الباطل بسبب خطأ من عنده ولا من عند مديرية التربية. هذه مش لعبة، هذه مصير، مصير وحياة، وربي يكيلهم. هذا ما كان ربي يكيلهم، ربي يكيلهم. سالم أمينة ترشحات شهادة بكالوريا دورة جوان 2022، تم إقصائي بسبب مدير مركز امتحان يوم الاثنين 13 جوان. اجتزت امتحان مادة الرياضيات، أغمى علي في مركز امتحان في ثانوية محمد قرواني، تم التدخل من مصالح الأمن والحماية المدنية، نقلي إلى مستشفى سعدنا محمد عبد النور. في المستشفى تم الإجراء بالفحوصات الطبية، كان مرافقي العون الأمن والحماية المدنية مدة نصف ساعة، وليت درت نورمال الامتحان تاعي بشكل عادي. جالي مدير المركز قال لي ما كان له صحير يروحك، دوك نزيدو لك الوقت، وانت كي بنت قرواني وما كان له تخافي. كملت عقب الامتحان تاعي، كملت الامتحان تاعي نورمال 12:30، خلصت رحت روحت. في الفترة المسائية كان امتحان انجليزية، قال لي راه مقصاوك وانا ما نقدر ندير والو، روحي المدير التربية جيبي لي ورقة من عنده باش تقدري تكملي الامتحان تاعك. مدير التربية قال لك انا كل شيء يولي مدير المركز هو اللي اتخذ القرارات هذا، وربي وكيلهم في اللي كان سبب في الإقصاء تاعي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هذا ما نقدر نقول. نوجه رسالة تاعي سلطات عليا، إن شاء الله يدخلوا، إن شاء الله ما يكون غير خير. الحمد لله اليوم الأول خدمت، بيان سما، كان موضوع في متناول الجميع، قريت تعبت تايم كومبلي ليل مع نهار، ما خليتش يقضى باش منجيب الشلباك ولا سما. الأمل تاعي الوحيد كان ندي الباك افيك مونسيون. دخلت نورمال، عمرت معلومات تاعي تاع الورقه في هذيك، من هذيك صاي ما زدت حسيت بحتى حاجه غير ضباب ودوخه دخت. من هذيك ما زدت حسيت حتى وليت، عقب الامتحان تاعي. بعد كملت نورمال وخرجت العشوة، وليت بعد نحل الموضوع تاعي نورمال كما اي ممتحن. الصدمة جيتك تحكمت، حكمتك ديجا من الباب، قال لك راكي مقصية، شوك صح. ثم تحطم الحلم تاعي،
انا دا وصلني الاب، هو دا الاخر، هو حطنا برك وطلع دخل القرواني. انا قعدت في طوموبيل، بعد جاو لي قراو معايا، هبط تسويرهم 2:30 داخلين. انا وصلت قريب للبيت تاع قرويني، داخله عيطوا لي، قال لي ارواحي ارواحي ما تدخليش، عطيتوك شي محتاجني ولا قال لي اركبي دوك نروح هنا برك ونجيو. في هذيك كي راه عرفتها بلي كل ساعة تكون أكبر، كون صبر غير في روحي، نقول بلك فيها خير. كي سمعت قال أم قصابك صعب.